السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لاباس مالكم؟ شتونا كامل تكونوا بخير وعلى خير. طليت عليكم بلا فيديو نتاعنا اليوم بهاد لاتوني اللي ديجا صورتها معكم في المشتريات ونعدتها لكم. هاي لهنا بصورة مكبرة بزاف 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 هايلة كيما راكم تشوفوا، والبخي تاعهاني قلت لكم راهو 320 دافية من داخل مقطنة، روعة 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 يا البنات، راهي من محل فيولا في السكوار. مي اليوم يا حبيباتي، اليوم مناش رايحين عند فيولا، اليوم رايحين لمحل آخر في السكوار. كيما سبق وذكرت أني راح نحط لكم هذا محل تاع تريزور، ولا هنا في هاد لا فيديو يا البنات نعدت لكم الطريق تاع السكوار، صورت لكم الطريق. نبداو الفيديو تاعنا على بركة الله حبيباتي، نروحوا مع بعضنا. والناس اللي ما يعرفوش السكوار راح نعدته لكم بالديتاي منين تروحي هكا حبيباتي. خلاص لهنا البنات احنا ماشيين مع بعضنا، نوصلوا للنوفال. نوفال اكو ما كانش ما يعرفش المدينه الجديده، اللي هنا المدينه الجديده راح تحمي الطريق نتاع المول. تشتو الطريق تاع المول ديريك 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 تفوتوا مريم كي، تفوتوا الانترسيكسيون تاع الجامعه، حتى توصلوا لاميغا ميغا للبيا الميغا هذه الجديده. راح يزيدوا تلقاو الخضاره على يدكم اليمنى، قاعدين تشوفوا في الخضارة هادو، زيدوا تكملوا ديريكت، تكملوا مباشرة يا البنات، ما تروحوا لهك لهك. راهي لالين تاعو باين، راني قلت لكم تحكموا نتاع ريتاج مول وتكملوا. اللي احنا البنات كاين هذا الشواية وهادو اللي لهنا تاني اللي على الطريق، راحين نزيدوا نكملوا حبيباتي حتى نلقاو البلاكات قابلنا باللي لهنا راهو السكوار شوبينغ ولا السكوار للتسوق. اللي راح نعطيكم الريبير تاعو هو هاد ليكول نتاع الطاقة الشمسية. شوفوا هاي البلاكة، هاي البلاكة واش تقولكم السكوار شوبينغ، وهاو ليكول راح ندور على يدي اليمنى بعد من جهة ليكول هذا، راح ندور جهة ليكول هذا تاع الطاقة الشمسية ونكملوا قد قد حتى تقابلونا هذوك لي باتيمون البلون والموف. هاي البلاكا فوقهم اللي هنا شوفوا الإضاءة جات شوية ناقصة باسكو الشمس راهي ضاربة في التليفون وفي تاكسي، ما قدرتش ما بنصور. لهنا حبيباتي تلقاو اون فاس ليكم البلاكا هذيك السكوار للتسوق، هام لي باتيمون نتاع السكوار. دوكا لهنا حبيباتي راح نديكم المحل نتاع حسام تريزور لبيع الأحذية وليساك والخمارات وليزاكسيسوار نتاع اللي ترافق هاد الشي، لي بابوش بشامق ليساك لي فاليز. علاش عليكم وسورتو سورتو تفاجأت في البخي تاعو يا البنات، تفاجأت انو البخي تاعو طري 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 ريزونابل، موش خلاص مغلي ولا شتو ليساك. أغلبية ليساك اللي تشوفوهم دركا كامل حبيباتي راهم 190، يعني أنا قاعدة نقول لكم أغلبيتهم 190. دوك نعتهولكم منا حبيباتي تريزور، هاهو حسام تريزور. دوك نعاودو نرجعو له، هاهو فيولا، فيولا رقم 100 هو بالك 100 هاهو 106، هاو رقم المحل حبيباتي 106 فيولا 100. تطلعوا المحلات اللي فوقو تلقاو هذا حسام تريزور. كي نقولكم حبيباتي بزاف حوايج عنده هايلين هايلين هايلين، اني قلت لكم والله غير تفاجات في الثمن نتاعو. انا في بالي في الاول يغلي وكل شيء كما منعقب عليه ما ندخلوش، مي كي دخلت يا البنات فريمون عنده حوايج بزاف بزاف ملاح، وسورتو البخي تاعو اللي عجبني. وانا حاجه كي نروح ليها بلاصه هكا ونلقى البري تاعها مليح، والله يا البنات نحب نشاركها معاكم. كيما وحده واش قالت لي حطينا الباجا، حطينا باجا تاع فيسبوك، ماشي يعني نهضر انا على المشتركه نتاعي، قالت لي حطينا الباجا تاع الفيسبوك. انا حبيبتي ماني ندير بيبليسيتي لحتى واحد، اراني شوفي اول حاجه نشري بصورتي، ثاني حاجه ما نقول نقصوني، ما نقول عاونوني، ما نقول والو،
نشري بصورتك ايتها وحده. وشي هكا كي نحب نفيدكم نتوما، هادو يا البنات قبل ساعه نكمل لكم الهضره، هادو 190 اللي ديت منه انا ساك في الروج، في هذاك الموديل ديتو في الروج، بزاف هايلين حبيباتي. وديجا نعته لكم كاليتي تاعو روعه، منه انا بنات كي حتى 280 يقول لك 280 وتسلكها وتجي رايحه. لهنا كيما قلت لكم يا البنات، انا كي نمد الباجه نمدها من عندي، باسكو ما يقول لي من محل ديري اني من داك ندخل محلات ونتصور وما نقول لاني نحطك في اليوتيوب، لا ديك بيبليسيتي لا والو، نصور ونحط في اليوتيوب والله حبيبتي بدون مقابل، والله شاهد على ما اقول. يعني كي نديرها نديرها لوجه الله وليكم باش نسهل عليكم الامور. وهذا ما كان حبيباتي. ومي اللي قالت لي حطي كيما اليوتيوبرز اللي يحطوا الباجا، انا مانيش كده ندير في بيبليسيتي لحتى واحد باش نحط الباجا تاعو ولا ندير هكاك ولات قناه اشهارات. انا كي نحط نحط محل ورقم المحل باش تروحي تسهل عليك الامر. وهذا ما كان نقطه الى السطر. هذه يا حبيباتي لهنا شوفوا، فوالا حبيباتي قلت لكم لهنا نعاودوا نرجعوا لا فيديو تاعنا نتاع نهار اليوم. بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش وين رانا، رانا في المدينه الجديده قسنطينه، محلات السكوار ولا السكوار شوبينغ. ديجا راني نعت لكم الطريق نتاعو، ان شاء الله يكون كان واضح ليكم، ولا باش واضح اكتبوا لي حبيباتي كون جيبني طريق مره اخرى راح نصوره لكم من الدخله تاع جامعه طروح حتى نوصل عنده. هكا باش نسهل عليكم الامور ان شاء الله، ودعابي الخير برك حبيبي. لهنا شوفوا نظن راني قدمت لكم لي بخي، وعفوا اذا ما بانوش مليح باسكو الاضاءه راهي ماهيش واضحه تماما، الاضاءه تعكس للتليفون ماشي كيما نقولوها كتصور بكاميرا بروفيسيونيل كيما تصور بتليفون عادي. هكا حبيباتي دقوا مع لي بري، دوك نقدم ليهم ان شاء الله كامل وتشوفوهم واش كاين واش ما كانش. وراح نخليكم حبيباتي مع الفيديو تاعنا نتاع نهار اليوم، وكتبوا لي في لي كومونتير شكون يعرف هاد الشري من عنده. وبيان سور تاني الى رحتوا ليه قولوا له بلي جينا من اليوتيوب باه يساعدكم، هذا شرط. شوفوا اي محل دوك كيعود على باله بلي راني غنحطه في اليوتيوب، نقول له شرط تاعي انه دونك انا ما عندي حتى استفاده من عندك انك تساعد المشتركات نتاعي في ليبخي، هذا هو الشرط نتاعي الوحيد. هكا حبيباتي راح نخليكم من لهنا تكملوا لا فيديو للاخير ان شاء الله، نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو. وكما قلت لكم حبيباتي ما تبخلوش باللايك وكومونتير، واللي ما رفعتش شري تاني من عنده تقولنا واش رايحه في البخي تاعو، اسكو مليحه مش مليحه، يعني تعاون اخواتنا المشتركات اللي راهم معانا، شو ما تاني يعرفوا واش حوال البخي اللي راهم متواجدين عنده ملاح مش ملاح. هذه هي حبيباتي فرجة ممتعة، إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر، مع السلامة.